والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 56 من سلسلة دروس كتاب فتح باب العناية للعلامة الشيخ علي القاري رحمه الله تعالى ونفعنا به. قال: إن نوى إمامتها، نربط المتن بعضه ببعض. قال: فإن حاذته في صلاة مطلقة مشتركة تحريمة وأداء فسدت صلاته إن نوى إمامتها. تفسد صلاته متى؟ بشرط أن ينوي إمامتها، أما إن لم ينوي إمامتها فلا يصح اقتداؤها وصلاته صحيحة. لو وقفت بجانبه وقالت: أنا أصلي فرض الظهر مقتدية بهذا الإمام، الله أكبر، نقول لها صلاتك غير صحيحة لأنه لم ينوي إمامتك. إن نوى إمامتها إذا أتمت محاذية، لأنه يلزمه الفساد من جهتها، يعني يأتيه الفساد من جهتها، فلا بد له من التزامه. يعني فلا حد انتبه، الفساد هنا فساد الصلاة يأتي للإمام من جهة هذه المرأة، فحتى يأتيه الفساد من جهتها ينبغي هو أن يقبل مجيئه، ينبغي أن يقبل مجيء هذا الفساد. وكيف يقبل مجيء هذا الفساد؟ بأن ينوي إمامتها، بأن يلتزم، بأن يدخلها في إمامته، في ضمانه. واضح كلام أحبابنا؟ هذا معنى قوله فلا بد له من التزامه. كالمقتدي لا بد له من نية الاقتداء، فلو صلى ولم ينوي الاقتداء ما صح اقتداؤه. لما لزمه الفساد من جهة إمامه، يعني المقتدي لما اقتدى، لما قال مقتديا صار هو ألزم نفسه ما يلزم إمامه، ما يلزم إمامه، ألزم نفسه ما يلزم إمامه، فإذا فسد الصلاة إمامه فسد صلاته. قال: وإلا فصلاتها إن لم ينوي الإمام إمامتها لا تفسد صلاته. في حرف الواو هنا غلط، حرف الواو خطأ. قال: وإلا فصلاتها إن لم ينوي الإمام إمامتها لا تفسد، يعني صلاتها، صلاته، بل تفسد صلاتها. كذلك الضم غلط، بل تفسد صلاتها، لأنها لم يصح اقتداؤها، لأنه ولم ينوي إمامتها، فلم تكن قراءة الإمام قراءة لها، وتكون هي بالتالي قد أدت صلاة بدون قراءة، فتبطل صلاتها، فتبقى صلاتها بلا قراءة. ولم يشترط زفر نية إمامتها مطلقا. يعني الإمام زفر قال: نية إمامتها ليست بشرط لفساد صلاة الرجل بعدما دخلت في صلاته. مجرد مخازن. نعم، الإمام زفر قال: لا يشترط نية إمامتها، لا يشترط نية إمامتها لفساد صلاته، بمجرد ما حاذته نوى إمامتها أو لم ينوي إمامتها بطلت صلاته. لو مثلا رجل واحد يصلي وجاء جئت مثلا وراءه من؟ ولم ينوي مثلا، أي أحد مثلا هو يصلي ظهرا، نعم، أنا جئت وراءه ونويت اقتداء به ولكن هو لم يصلي، لم ينوي الإمامة، لك صلاة الجماعة وله صلاة منفردة، صح صلاتك وصلاته، لكن أنت جماعة وهو منفرد. لذلك الأفضل أنت عندما تصلي منفردا تقول تنوي الإمامة،
فإذا جاء أي إنسان واقتدى بك كتبت لك جماعته. هل ارفع صوتك؟ لا، في واحد نحن نصلي سنة، في واحد يأتي يعني مثلا شافعي يريد يقتدي بنا، يتركه يقتدي. نحن نشر؟ نعم، لا تجهر له، لا تجهر في صلاتك، صلي على ما أنت عليه وانسى أنه مقتدي بك. وبعد أن تنتهي من الصلاة يعني اتركه، غفر الله لك. قال ويشترط في المحاذاة أن لا يكون بينهما حائل، حائل جدار يعني، ولا فرجة، فرجة تسع لمصلي يعني، إذا كان هكذا بينهما فرجة بمقدار مصل لا تعتبر هذه المحاذاة، لا تبطل الصلاة، أكانت أقل تبطل الصلاة. واضح؟ وأدنى الحائل في الطول مثل مؤخرة الرحل أو مقدمته، يعني بتقريبا ذراع، تقريبا ذراع، ذراع 40 سنتي تقريبا يعني، لأنه أدنى أحوال الصلاة، لأنه أدنى أحوال الصلاة القعود، أو لأن أدنى أحوال الصلاة القعود، لعل الصواب لأن أدنى أحوال الصلاة القعود، لأن أدنى أحوال الصلاة القعود. فقدرنا الحائل به وهو قدر ذراع بغلظ أصبع، أنت عندما تقعد يعني قد يكون ارتفاعك ذراع يعني 40-45 سنتي نسبة تقريبا، قد يكون أكثر، من هنا إلى هنا أكثر من متر. فقدرنا الحائل به وهو قدر ذراع بغلظ أصبع، وأدنى الفرجة ما يقوم فيه شخص. وفي النوازل بغلظ أصبع، أصبع قوم صلوا على ظهر ظلة في المسجد، على ظهر ظلة، معرفة الظلة؟ هذه أرض المسجد الآن، هذه أرض ساحة المسجد، يوجد فوق بناء آخر هكذا سقف، لا لا مرفوع ارتفاع قامي تقريبا، يصعد إليه من درج وتحته فارغ يصلي الناس تحته، هذه الظلة. فهمتم الظلة كيف تكون في المساجد؟ يعني مثل هذا الآن قاعة، بنينا هنا سقف صغير تصلي النساء فوقه، وهناك رجال يصلون تحت الأسفل. قوم صلوا على ظهر ظلة في المسجد وقدامهم وتحتهم نساء، تحتهم نساء هنا، الرجال يصلون الآن فوق والنساء تحت وأمامهم، واضح؟ يعني تحت كل نساء هنا، فصار قسم من النساء تحتهم وقسم أمامهم، وقدامهم وتحتهم النساء. قال لا تجزيهم صلاتهم لأنه تخلل بينهم وبين الإمام صف، صف النساء، فمنع اقتداءهم. قالوا إن كان بحذائهم من تحتهم نساء أجزأهم، يعني الإمام كان واقف هناك والرجال فوق والنساء تحت، والنساء تحت فقط تحتهم وليس أمامهم، تحتهم صح اقتداء الرجال. فوق النساء وتحت الرجال نفس الحكم، إلا إذا كان تقدمت نساء مثلا، إلا إذا كان مثلا الظلة كبيرة، الظلة كبيرة وصفوف الرجال قليلة فتقدم النساء فوق فيكون تبطل صلاتهم، أن النساء صفنا النساء أو اثنين حال بينهم من الإمام، لأنه ليس بينهم وبين الإمام النساء، وبينهم وبينهن حائل وهو ارتفاع المكان، فلا تتحقق المحاذاة كما لو كان بينهم حائل.
وفي الغاية ويشترط أن تكون جهتهما واحدة، ولا يتصور اختلاف جهتهما جهة الرجال والنساء في الاقتداء إلا في ليلة مظلمة أو الكعبة، يعني في الكعبة يعني أي داخلها أو حولها. ويشترط أن تكون المحاذاة في ركن كامل، فلو حاذته وهو راكع ثم تقدم قبل أن يتم ركوعه لم تفسد صلاته. أن تستمر الشرط أن تستمر المحاذاة ركنا كاملا. وأما قول صاحب الهداية لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، من أجل وأما قول صاحب الهداية لقوله صلى الله عليه وسلم أخروهن من حيث أخرهن الله فغير معروف رفعه. وأغرب منه أنه جعله من المشاهير، وهذا خلاف ما عليه الجماهير. وعن مر معنا أن هذا من كلام من؟ من كلام ابن مسعود. والحاصل يعني الشيخ المرغناني لما جعل هذا الحديث من المشاهير لعله يقصد بذلك المقال جعله من المشاهير، يعني هو مشهور عن ابن مسعود. والحاصل أنه لا يصح رفعه، لكنه ثبت عن ابن مسعود وقفه، فهو موقوف على ابن مسعود. وذكر هذا كلام الشيخ أكثر من مرة. قال رواه الطبراني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن ابن مسعود قال كان الرجل والرجال والنساء في بني إسرائيل، نفس الحديث ذكره سابقا، كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، وكانت المرأة إذا كان لها الخليل تلبس القالبين تطاول بهما لخليلها، تطاول تطول نفسها، يعني تطول نفسها بسبب ارتفاع هذا. قلنا القالبين هما عبارة عن حذاء من خشب، نسميه نحن القبقاب في بلادنا، يسمى خشب، خشب له حذاء من خشب له مرتفع كثير، ارتفاع قد يكون 5 سنتي قد يكون 10 سنتي. الحذاء هكذا؟ لا ليس حذاء، ليس هكذا، هكذا كله يكون كله على، يكون كله على مستوى واحد. أما الآن يلبسنا النساء. إيه تمام، إيه نعم. لكن ما كان الآن قالبين، قالبين هكذا حذاء من خشب هكذا ويفعل هكذا، ومن فوقه جلد يدق بالبسامير ويلبس. القدس مش نور. ويلبس. إيه نعم. هذا القالب. تقال تلبس القالبين تطاول بهما 10 سنتي 20 سنتي هكذا كي تطول. فتظهر لخليلها لصديقها من بعيد وتذهب هي وهو ليفعلان المعصية في المسجد أو بجوار المسجد أو يذهبان إلى غير ذلك. فألقى الله عليهن الحيض، وكان ابن مسعود يقول أخيرهن كما أخرهن الله. قلنا لإبراهيم، إبراهيم النخعي يعني، ما القالبان؟ قال قبقابا من خشب. عرفنا إيش عن القبقاب الآن. وإسحاق بن إبراهيم هذا هو الوبري، وأبو معمر عبد الله بن سخبرة الأزدي. وقد قال تقي الدين بن دقيق العيد إنه حديث صحيح، والحديث مع كونه موقوفا لا دلالة له فيه إلا على الاستحباب. فأخروهن على الرجال كتأخر الأطفال وفق ما ثبت في الأحاديث المرفوعة، وعلى تسليم أن الأمر للوجود بناء على أنه في حكم المرفوع فلا دلالة فيه على إبطال الصلاة حال المحاذاة. فكان الشيخ يعني ضعف هذا الدليل الذي اعتمده العنفية في مذهبهم، وأن الشيخ يعني حنفي ينبغي أن يدعم أدلة أبي حنيفة. قال فصل في من سبقه الحدث في الصلاة، هذا مبحث هام. قال مصل
سبقه الحدث. ماذا يعني سبقه الحدث؟ أي حصل منه بدون اختياره، بدون اختياره ولا تسبب له فيه. يعني أنت واقف هكذا تقرأ في الصلاة، نزل الدم من أنفك هكذا لوحده، نقول سبقك الحدث. أما لو كنت في واقف أنت هكذا ففعلت هكذا بأنفك أو هكذا فنزل الدم، تسببت أنت في نزوله وتبطل الصلاة. لذلك هنا لابد من زيادة ضبط قيد بدون اختياره ولا تسبب له فيه. نعم. هل هناك عندنا أمور قد يكون الحدث تسبب فيها ولكن اختلف الفقهاء في هذا السبب؟ يعني إنسان مثلا واقف هكذا فعطس فخرج منه ريح، هذا يحصل، عطس فخرج منه، فهو المتسبب بخروج الريح وهذا العطاس، فهل يعتبر أم لا يعتبر؟ اختلف الفقهاء، منهم من قال هذا التسبب غير معتبر فالحدث قد سبقه، ومنهم من قال هذا التسبب معتبر. والأوجه أنه لا يعتبر. ليه؟ لأن عطاسه ليس بيده، عطاسه ليس بيده. ويسمى الحدث السماوية، ويسمى هذا الحدث سماوي، يعني لا اختيار له فيه. قال توضأ بلا توقف، يعني مباشرة يغادر المكان الذي سبقه فيه الحدث ويذهب ليتوضأ. فلو مكث يسيرا، لو مكث يسيرا بعدما سبقه الحدث بطلت صلاته، بطل صلاته، لأنه يصير مؤديا جزءا من صلاته بغير طهارة. حتى لو كان ساجدا فرعى يرفع رأسه بنية إصلاح الصلاة لا بنية إتمام السجدة، فلو رفعها بنية إتمام السجدة بطل الصلاة. لو رفع رأسه من الركوع بنية إتمام الركوع بطل الصلاة، فيرفعها بنية إصلاح الصلاة. الصلاة. واضح الكلام أحبابنا؟ قال وأتم تلك الصلاة ثانيا. طبعا أتمها ما لم يوجد عمل، ما لم يوجد منه عمل مناف للصلاة. وما هو العمل المناف للصلاة؟ هو كل عمل تستغني الصلاة عنه. هو خارج رأى التقى بالصديق قال له السلام عليكم، يقول له بطل الصلاة. تجاوز الوضوء في المسجد مكانان للوضوء، مكان داخلي ومكان خارجي. جاوز المكان الداخلي المكان الخارجي بدون عذر بطل الصلاة. إلى أمور سيذكرها الآن الشيخ. قال وفيه إشارة إلى أن المراد بالحدث، الله لا إله إلا الله، الموجب للوضوء دون الغسل. المراد بالحدث هنا الحدث الموجب للوضوء، لو أن إنسان نام في الصلاة فأجنب، نام في الصلاة فاحتلم ثم استيقظ وهكذا وهو على الهيئة التي نام عليها تبطل صلاته، إذ لا يصح البناء فيه كما سيأتي. ليه؟ لأن لما لا يصح البناء بالغسل؟ لأن الصلاة مع الحدث القياس إذا أحدث الإنسان في الصلاة أن تبطل صلاته، وإنما جوزنا الصلاة هنا عدم، قلنا بعدم بطلان الصلاة، القول بعدم بطلان الصلاة على خلاف القياس، وذلك الاستحسان لمجيء الحديث، وسيأتي تفصيل هذا بوجود حديث في ذلك. والقاعدة ما كان على خلاف القياس غيره عليه لا يقاس، والحديث جاء في النوم فلا يقاس عليه الجنابة، جاء في الحدث الأصغر فلا يقاس عليه الحدث الأكبر. قال ولو بعد التشهد، أي قبل خروجه من الصلاة، قبل خروجه من الصلاة، حتى ولو بعد التشهد قبل أن يخرج من الصلاة سبقه الحدث، يذهب يتوضأ ويرجع ويقعد ويخرج من الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم
ورحمة الله، يعني يتوضأ من أجل أن يخرج من الصلاة بالسلام الواجب. وقال مالك والشافعي يستأنف الصلاة لأن الحدث ينافيها، ينافي من؟ الصلاة. الصلاة. والانحراف من الصلاة اللازم من الذهاب إلى الوضوء عن القبلة غالبا يفسدها. هذا دليل من؟ مالك والشافعي. قال الحدث ينافي الصلاة، والانحراف من الصلاة الذي يلزم من الذهاب إلى الوضوء عن القبلة غالبا يفسد. هذه الفاصلة بعد الوضوء خطأ، في فاصلة ليس كذلك؟ خطأ هذه الفاصلة. فصار كالحدث عمدا، فصار الحدث السماوي كالحدث عمدا. ولنا ما روى ابن ماجة عن أبي مليكة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من أصابه قيء أو قلس أو مذي فلينصرف وليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. نص لنا في المسألة. وروى ابن أبي شيبة ونحوه موقوفا على جماعة من الصحابة، منهم الصديق والفاروق والمرتضى. من المرتضى؟ علي رضي الله عنه وأرضاه، وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم وعنا بهم. قال: والقلس خروج شيء بسبب جشاء أو سعلة. فالقلس غير القيء، أنت سعلت فخرج من جوفك شيء، هذا الشيء إن كان ملء الفم يبطل الصلاة، يبطل الوضوء. إن كان ملء الفم ينقض الوضوء. والجشاء معروف الجشاء، كذلك إن كان ملء الفم ينقض الوضوء. جشاء. الجشاء أنت عند أيوة فعل هكذا عندما تأكل كثيرا. عرفت الجشاء؟ هذا الجشاء. هذا يسمى سعال، يسمى سعال، سعال جمع، السعلة مفرد. فإن قيل، قال الدارقطني يرمونه عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهو الصحيح. أجيب بأن المرسل حجة عندنا وعند الجمهور كما تقرر في موضعه من الأصول، وتكلم الشيخ في أول كتاب حول هذا الكلام كثيرا. وقياس الحدث السماوي على الحدث العمدي لا يصح. الحدث العمدي كما قلنا عبث بأنفه فنزل الدم، صار عمدا، هذا لا يصح القياس عليه، لأن الأول وهو الحدث السماوي غير الاختياري فيه البلوى، فيه بلوى، فجعل المكلف به معذورا، بخلاف الثاني الحدث العمدي إذا وقف الصلاة أخرج ريح متعمدا. وأما جواز بناء من سبقه الحدث السماوي، الحدث بعد التشهد أو القعود قدر التشهد، فعند أبي حنيفة. وأما جواز بناء من سبقه الحدث بعد التشهد أو القعود، يعني أو بعد القعود قدر التشهد، فعند أبي حنيفة. ووجهه أن خروج المصلي بصنعه فرض عنده، عند أبي حنيفة، فحصول هذا العارض في هذه الحالة، حصول هذا العارض الذي هو الحدث السماوي، فحصول هذا العارض في هذه الحالة كحصوله في وسط الصلاة. في هذه الحالة يعني في بعد القعود مقدار التشهد أو بعد قراءة التشهد، كحصوله في وسط الصلاة. وأما عندهما، عند أبي حنيفة أدب يوسف محمد، فبالقعود قدر التشهد تمت صلاته، فحصول هذا العارض حينئذ كحصوله بعد السلام. على كل
بالاتفاق يذهب عند أبي حنيفة يجب عليه الوضوء ليخرج من الصلاة بالسلام، وعند الصاحبين يندب له أن يتوضأ ليخرج من الصلاة على وجه المسلوم، على الوجه المسلوم بالوضوء بالسلام عليكم. بل وما نعم بل أن قال يا يسوع أن الأول الذي هو فيه ابتلاء يعني، ولما نقول البلوى هي الضرورة يعني، المراد بها هي الضرورة. رجوع إلى المكلف قال والاستئناف أفضل، أن نعيد الصلاة من أولها أفضل. قال لأن فيه تحرزا عن شبهة الخلاف مع الإمام مالك والإمام الشافعي، لا واجب، الاستئناف ليس واجبا كما قال مالك والشافعي، وهو القياس، يعني قول مالك والشافعي هو القياس لوجود المنافي. ما هو المنافي؟ الحدث. لوجود المنافي لشرط الصلاة وهو الطهارة، ووجود المشروط بدون الشرط محال، وجود المشروط الذي هو الصلاة بدون الشرط التي هي الطهارة محال. ويعضده يعضد قول الإمام مالك والشافعي، أو يعضد القياس يقوي القياس، يعني قوله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم، إذا فسى أحدكم أخرج ريحا، يعني في عندنا الفساء والضراط، الضراط يخرج الريح بصوت مرتفع، الفساء بلا صوت، بلا صوت فقط تصدر رائحة تخنق الجالسين، يسبب اختناقا للجلوس. قال إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد، رواه أبو داود الترمذي والنسائي. وليعد الصلاة، طبعا يعيد الصلاة وليعد صلاته. وقوله إذا رعف أحدكم في صلاته فليغسل عنه الدم ثم ليعد وضوءه وليستقبل صلاته، رواه الطبراني وغيره. هذه أدلة مالك الشافعي. وأجيب بأن في سند كل منهما ضعفا. وروى أبو داود وابن ماجه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فأحدث بل فليأخذ بأنفه ثم لينصرف، يعني أنت في الصلاة فلان سبقك عطست فخرج منك ريح، سبقك الحدث، افعل هكذا وغير. ليه؟ كي توهم الناس أنه نزل منك دم فلا يعلم أنه خرج منك ريح، وتستر نفسك يعني، فإن شموا الرائحة بعد ذلك عرف السر. افتضح أمرك. نسأل الله السلام. الضرط من عادة قوم لوط، الضرط في الملأ، على الملأ، الضراط في المجالس من عادة قوم لوط أمام الناس، يعني أن يخرج ريحة بصوت مرتفع أمام الناس هذا سوء أدب، سوء أدب وقاحة هذا أن يفعله الإنسان إن سبقه الأمر يعني، أما أن يكون من عادته أن يفعل هذا، هذا وقاحة وسوء أدب أن يفعله أمام الناس. معين. قال وروى الدارقطني أيضا عن عاصم بن حمزة والحارث عن علي كرم الله وجهه قال إذا أما الرجل القوم فوجد في بطنه ورما، يعني في غازات يريد أن، أو رعافا من أنفه أو قاء فليضع ثوبه على أنفه. طبعا إذا إنسان كان يخرج ريح بدون رائحة يعني هذا ما في أمره سهل، وأنا أعرف يعني بعض الأشخاص وشخصا يخرج ريح بدون رائحة، لا رائحة أبدا، لا رائحة، بصوت بدون رائحة،
ليس طاهرة، ليس طاهرة. حتى أنا أذكر مرة من المرات، فأكثر من مرة تخرج الرائحة ويشم الجلوس رائحة طيبة، رائحة ليست كريهة. لا لا، أنا أتكلم بجد، يعني أتكلم بجد. أكثر من مرة، أكثر من مرة كنا في مجلس وأخرج ريحا، أخرج ريحا نعم، وشم الحضور رائحة غير منتنة. من هو؟ شخص. كل يشم دائما. لا لا، هذا حصل، هذا حصل أكثر من مرة، حصل أكثر من مرة. فمن حوله لا يتأذى بذلك، هو يفعل، يعني إن فعل هذا الأمر يفعله ما بالدعابة مع قاربه أهله هكذا، المجالس الخاصة. أما في الملاء لا يفعل هذا. قال وروى الدارقطني قال أوقاء فليضع ثوبه على أنفه وليأخذ بيده رجلا من القوم فليقدمه، يعني يستخلف غيره، يستخلف غيره. الحديث ضعيف جدا، وتقدر أن الحارث كذاب وعاصم فيه بعض الشيء. وروى الدارقطني أيضا مرفوعا وضع اليد على الأنف حين الانصراف فقط، دون أن يأخذ رجلا ويجعله مكانه، وهو ضعيف أيضا. والحاصل أنه لم يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول صاحب الهداية أنه سبحان الله وضع نفسه، يعني وضع صاحب الهداية ويعترض عليه، وأما قول صاحب الهداية إنه صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فقاء أو رعف فليضع يده على فمه وليقدم من لم يسبقه بشيء، فقوله من لم يسبق بشيء غير معروف في كتب الحديث، لكن ذكر أصحابنا أن الأولى للإمام أن يقدم مدركا. إيش يعني مدركا؟ استخلاف بدأ من البداية. أيوة، بدأ مع أدرك أول صلاة الإمام، لأنه أقدر على إتمام صلاته. يعني الشيخ العيني لو كان يستطيع أن يستغني عن الاعتراضات عن صاحب الهداية، أن هذا الكتاب لا علاقة له الآن حاليا في الواقع، يعني في كتاب الهداية، وإن كان المتن هو مختصر، مختصر بالمختصر المتن. لأن يعني الشيخ الغيلاني الشراح عندما شرحوا الكتاب الهداية هذه الاعتراضات ذكروها، وكذلك الشيخ الزيلعي في نصب الرأي ذكرها هذه الاعتراضات. ما في حاجة يعني دائما نذكرها كلما صنفنا كتابا نقول أما قول صاحب الهداية كذا، لا ينبغي هذا. ولو قدم مسبوقا؟ لا، لو قدم مسبوقا كيف؟ عندما يأتي وقت الخروج من الصلاة السلام يرجع المسبوق ويقدم مدركا ليسلم. يعني الموضوع صار قصة طويلة عريضة. وذكر القاضي أبو العباس عن إمام الحرمين، من هو الإمام الحرمين؟ عبد الملك الجويني رحمه الله تعالى، شافعي وإمام في العقيدة كذلك في النهاية. وعن الغزالي في البسيط، هذه كتب إيش؟ فقه الشافعي، كتب شافعية، أن حديث من قاء أو رعف أو أمذى في صلاته فلينصرف ويتوضأ وليبني على صلاته ما لم يتكلم في كتب الصحاح، وهو وهم منهما، وعذرهما أنهما لا معرفة بالحديث لهما. يعني والآن ينال من الشيخ الغزالي والجويني، لأنهما ليسا من أهل هذا الشأن، والله المستعان. واضح الكلام؟ يعني هو يعني يغمز الآن الإمام الحرمين والغزالي قال أن هذا الحديث في كتب الصحاح، هما لعلهم قصدوا أن معناه في كتب الصحاح. على كل هذا الحديث ليس في كتب الصحاح، ليس في كتب الصحاح. كان الغزالي شافعيا. الغزالي كان شافعيا. الإمام الغزالي مفخرة الأمة، مفخرة الأمة، من مفاخر هذه الأمة. أعلام هذه الأمة الكثر حنفية وشافعية ومالكية وحنابلة، ولكن الشافعية منهم مشهورون أكثر من غيرهم،
النووي مثلا مشهور، ما في عندنا من الحنفية من هو مشهور كشهرة الإمام النووي، حتى لا عند الحنابلة ولا عند المالكية، وما عندنا الغزالي مثلا، ما عندنا عالم حنفي مشهور بين العامة والخاصة كشهرة الغزالي. الغزالي مشهور عند العامة والخاصة، عند الكفار وعند الكفار أحسن. فهؤلاء سبحان أعلام الفقه الشافعي شهرتهم، بعض أعلام شهرتهم واسعة. كمال ابن همام، الكمال ابن همام يعرفه طلاب العلم فقط، حتى في طلاب العلم ما يعرفونه من الحنفية. قال: شرع الآن في بيان كيفية الاستخلاف إذا نابه شيء في الصلاة، حصل معك شيء في الصلاة، كيف تستخلف، كيف تأتي بشخص يصلي مكانه. قال: والإمام حينئذ يستخلف. أنا أظن هذا العنوان ليس من أصل الكتاب، أن الكلام لم ينتهي، والله تعالى هذا العنوان ليس من أصل الكتاب. قال: والإمام يستخلف يجر آخر إلى، والله أعلم لعله من أصل الكتاب لعله. قال: والإمام أي حينئذ عندما إن سبقه الحدث ماذا يفعل؟ يستخلف، يعني ماذا يستخلف؟ يأتي بخليفة يخلفه في الإمامة، لما روى الشيخان عن سهل بن سعد أن أبا بكر رضي الله عنه صلى بالناس. يتفق عند الفقه ثم يتهم بعض الفقه، ما قلت لك ليس حتى هذا الشيخ هنا وأضعوه من معقوف الدين على أنه ليس من أصل الكتاب، أنه من زيادة المحقق، من زيادة المحقق، فليس من أصل الكتاب الله تعالى. قال: والإمام أي حينئذ يستخلف، لما روى الشيخان عن سهل بن سعد أن أبا بكر رضي الله عنه صلى بالناس لغيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إصلاحه بين الطائفتين من الأنصار، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة، فتقدم أي النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخر أبو بكر، وأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم في بقية الصلاة، كذا ذكره الشارح وفيه نظر، ولعله أراد أنه دليل للاستخلاف في الجملة، وإن كان هذا مختصا به صلى الله عليه وسلم لما تقدم. وتقدم نفس الحديث معنا هذا في الدرس الماضي أظن أو قبل الماضي، أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. وروى البيهقي وغيره أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما طعنه أبو لؤلؤة وهو في الصلاة، معروف أبو لؤلؤة؟ نعم، المجوسي. أيوة، الشيعة يفعلون قبره مزارا في إيران، الشيعة في إيران بنوا على قبر أبي لؤلؤة قبرا مزارا ضخما كبيرا فخما مزين بالذهب، مرصع بالذهب والفضة واللؤلؤ، ويزورونه ويحجون عندهم ويذبحون القرابين، يذبحون القرابين الشيعة الآن في طهران. أين؟ وهذا معروف، يعني معروف. قال: لما طعنه أبو لؤلؤة وهو في الصلاة استخلف عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عبد الرحمن بن عوف، واستخلف علي كذلك رضي الله عنه وأرضاه حين رعف، وأجمع الصحابة على صحة الاستخلاف وكيفية استخلافه ما بينه بقوله: يجر آخر إلى مكانه، يسحبه هكذا من ثوبه، من ثوبه هكذا، نص عليه قال: يأخذه من ثوبه ويقف أمامه. ولو كان سجدا، المؤتم كان سجدا، المؤتم أسحبكم من شعره. لا، إن كان سبقه الحدث وهو ساجد يرفع رأسه بدون بنية إصلاح الصلاة، و يجر عالما فيتقدم وهو ساجد، يتقدم قليلا ويستطيع ذلك وهو ساجد ويقول الله أكبر المقدم، يتقدم قليلا حيث أنه يصبح متقدما عن الذين من الذين من جنبه. الركوع، والركوع نفس الأمر، نفس الأمر، أصحابه قد يخبره. ثم لما يقف على
الإمام حكم الإمام يتقدم إلى الأمام يتقدم يقف في مقام يقف في مقام الإمام الذي خلفه يسد هذه الفرجة هكذا حتى تمتلئ الفرج. قال جر آخر إلى مكانه ويتأخر أي الإمام محدودبا واضعا يده في أنفه يوهم أنه قد رعف لينقطع عنه الظنون كي لا يساء الظن به ويرتفع عنه ما يوجب الحياء المانع من البناء ولا يستخلف بالكلام لو قال فلان تقدم فصلي مكاني فقد أحدثت بطل الصلاة فلو تكلم بطلت صلاة الكل بطل الصلاة القوم كله. وفي معراج الدراية اتفقت الروايات على أن الخليفة لا يصير إماما ما لم ينوي الإمامة لا بد أن ينوي كذلك الخليفة الإمامة لا بد أن ينوي الإمامة ينوي في أثناء الصلاة نعم عندما يستخلف لا بد أن ينوي الإمامة ثم يتوضأ ويتم الصلاة ثمة ماذا يعني ثمة؟ يعني هناك يعني حيث توضأ حيث توضأ إن أمكن إن أمكن إن كان هناك مكان للصلاة حيث توضأ ليه؟ قال تقليلا للمشي فلا يرجع إلى مكانه إن أمكن أو يعود إلى مكان صلاته لتصير الصلاة مؤداة في مكان واحد. إذا عندنا قولان، قول بأنه يصلي في مكانه ووجهه أن يقلل المشي ووجه أنه يعود ليصلي في مكانه السابق ليؤدي الصلاة في مكان لا في مكانين. صار في عندنا قولان ولكل منهما وجهه وجه حسن. قال كالمنفرد كما أن المنفرد الذي سبقه الحدث يتم الصلاة في مكان وضوئه إن أراد إن شاء يعني أو يعود إلى مكان الصلاة إن شاء والعود أحمد يعني أفضل كأنه. وبه قال الكرخي وقيل الأداء حيث الوضوء أفضل. وعرفنا وجه كل وجه كل قول من هذين القولين. نعم كان يعني يخرج من المكان الوضوء ويتم الصف آخر يقف في يلتحق بالصلاة في نفس المكان يلتحق بصفوف الصلاة آخر الصف يعني. طبعا ولا يقطع الصفوف عندما خرج هو جاء من سد الفرجة. وكيف يصلي في المكان الذي يتوضأ فيه؟ إن كان في المكان إذا كان يستطيع يصلي فيصلي يتابع إن كان يسمع الإمام يسمع انتقالات الإمام يتابع الصلاة ويقف. أما إن كان الصلاة لن تنتهي وهو لا يسمع حركات الإمام قد يكون الموضأ خارج المسجد ولا يسمع حركات الإمام لا نقول له ارجع يعني يلزمه عندها أن يرجع ليصلي خلف الإمام إذا كان المكان الموضأ بعيد ولا يسمع انتقالات الإمام يلزمه الرجوع ليصلي في مكان الإمام. إن انتهت الصلاة يتمها في أقرب موضع يستطيع أن يتمها فيه أو يرجع إلى مكانه كلاهما ما قلنا مثلا ذكرنا قولان ذكرنا لنا قولين. لماذا الإمام لا يتوضأ ويرجع مكانه هو؟ لأنه هو استخلف شخصا. لا جماعة لماذا لا يستخلف هو بنفسه يذهب ويتوضأ ينتظرونه 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 نعم ما شاء الله السجود عم لا يصح أن ينتظرونه لا يصح لأنه ذهب ولم يرجع ماذا يفعلون؟ كان طيب كان كان قال وفي نوادر ابن سماع أن العودة يفسد الصلاة أن يعود إلى مكانه. ليه؟ قال لأنه مشي بلا حاجة وإنما يتخير الإمام الذي سبقه الحدث بين أن يتم حيث توضأ أو يعود. إذا المتخير هذه الرواية نوادر بن سماعة أن الذي يتخير بين العودة والصلاة في مكانه من؟ الإمام فقط والمقتدي لا الإمام فقط. أما المقتدي والمنفرد لا خيار لهما. المقتدي له خيار بحال واحد إن كان لا يسمع انتقالات الإمام فصار رجوعه لسبب لعذر. قال إن فرغ إمامه
وهو الخليفة وليس الأصلي الإمام الأول. وإن فرغ إمامه هو الخليفة، وإلا أي وإن لم يفرغ إمامه عاد. إذا إن فرغ إمامه هو الخليفة ماذا قال؟ يصلي في مكانه. قال ثم يتوضأ ويتم الصلاة ثمة أو يعود كالمنفرد. هذا إن فرغ إمامه هو الخليفة، هو مخير في إن عاد، هو مخير إن فرغ الإمام من الصلاة. وإن ولا يقرأ، ولا يقرأ القرآن. طب هذا لا يقرأ، هذا لا يقرأ. فقط يقف مقدار التسبيح ثلاث أصحاب. لا، مقدار الفاتحة أفضل. قال وإلا وإن لم يفرغ إمامه الخليفة يعني عاد وأتم خلف خليفته. خلف خليفته واضح كلام أحبابنا. وكذا المقتدي إن فرغ إمامه يتم حيث توضأ. الإمام فقط، الإمام إن لم يفرغ خليفته يعود إلى فيصلي خلف خليفته. أما المقتدي عموما قال وكذا المقتدي إن فرغ إمامه يتم حيث توضأ أو يعود، إن لم يفرغ إمامه فعليه أن يعود. ولو حتى هنا قال فعليه أن يعود في غير هذا الموضع، قالوا إن كان إن لم يكن ثمة مانع يمنع من الاقتداء حيث توضأ كان مخيرا. إن لم يكن ثمة مانع يمنع من الاقتداء حيث توضأ فهو مخير. يعني قد يكون بين مكان الاقتداء وبين الموضأ شارع، هذا يمنع من صحة الاقتداء فيلزمه أن يعود. قال ولو صلى كل من الإمام على مسجد كبير هو يدخل في باب في وراء وأمامه الصفوف بعيد منه ويصلي كما يدخل، يدخل ويصلي مباشرة وفيه صوت موجود وخارج مسجد لا يوجد صوت. إن كان المقتدي الأفضل أن يعود إلى مكان الذي صلى فيه. إلى الصف. يعني. إلى الصف. قال ويصلى كل من الإمام الأول والمقتدي في موضعه فسدت صلاته، لأن الاقتداء واجب عليه وقد بنى في موضع لا يصح اقتداؤه فيه. هذا الكلام كله مبني على ماذا؟ على شيء، وهو أنه يوجد بين الموضأ وبين المكان الصلاة ما يمنع صحة الاقتداء. واضح الكلام؟ ماذا قال الشيخ؟ أن الاقتداء واجب عليه وقد بنى في موضع لا يصح اقتداء فيه. فلو دخل المسجد وهو في آخر المسجد والإمام في أول المسجد ألا يصح اقتداؤه؟ يصح. هذا مرة معنى أنه كان كالبقعة الواحدة فيصح. إذا يصح له أن يتم الصلاة هنا. واضح الكلام أحبابنا؟ هذا الكلام ينبغي أن يقيد بذلك. هذا مبني على أنه لو كان بين الموضأ وبين مكان الصلاة ما يمنع الاقتداء. ولا يجوز انفراد المقتدي لأن الانفراد في موضع الاقتداء مفسد للصلاة. وفي شرح الطحاوي يشتغل أولا بقضاء ما سبقه الإمام به، يعني أدرك مع الإمام ركعة أولى سبقه الحدث فذهب وتوضأ ثم رجع قد فصلى الإمام ركعة الثانية والثالثة. قال قبل أن يتم مع يقتدي بالإمام ينشغل هو بالإتيان بالركعة الثانية والثالثة ثم يدخل مع الإمام في الصلاة. هذا من هذا قول من؟ الشيخ الطحاوي. قال يشتغل أولا بقضاء ما سبقه الإمام به في حالة اشتغاله بالوضوء بغير قراءة، يقضي ما فاته مع الإمام بدون قراءة، ثم يقضي آخر صلاته. قال ولو تابع الإمام جاز، لو لم يشتغل بقضاء ما فاته وتابع الإمام جاز، ويقضي ما فاته مع الإمام بعد تسليمه.
لأن ترتيب أفعال الصلاة واجب عندنا. هذا تعليل بقول من طحن، وليس بشرط. شوف، واجب وليس بشرط. لذلك لو أنه إنسان مثلا ترك السجدة في الثانية من الركعة الأولى وأتى بها في الركعة الأخيرة صح، وجب عليه سجود السهو، وترك واجب الترتيب، لأن ترتيب أفعال الصلاة واجب عندنا وليس بشرط خلافا لزفر ومالك الشافعي. فهم مالك وزفر والشافعي قالوا ترتيب أفعال الصلاة شرط لصحتها. زفر ومالك الشافعي ماذا قالوا؟ ترتيب أفعال الصلاة شرط لصحة الصلاة. فعند زفر لو ترك سجدة الركعة الأولى وصلىها في الركعة الثالثة تبطل صلاته، إن ترتيب أفعال الصلاة شرط لصحة الصلاة عنده. ولنا أن المسبوق يبدأ بما أدرك ويؤخر ما فاته. ولنا أن المسبوق يبدأ بما أدرك ويؤخر. أيوة تمام، يعني إنسان مسبوق سبقه الحدث، مسبوق وسبقه الحدث، واضح الكلام؟ ثم ذهب فتوضأ ورجع، ماذا يفعل؟ يبدأ بما أدرك مع الإمام ويؤخر ما فاته. لا لا انتبه، قال ولنا دليلنا الآن، دليلنا ولنا أن المسبوق، لا هذا بعد أن ذكر قول مالك والشافعي وقالوا أنه يجب عليه، قالوا يقضي ما فاته، بعدما ذكر قول الطحاوي رحمه الله قال ولنا أن المسبوق يبدأ بما أدرك ويؤخر ما فاته، وفيه ترك الترتيب، يرد بذلك على من؟ على مالك والشافعي وزفر، أن الترتيب شرط لصحة الصلاة. ما هو الرد عليهم؟ أن المسبوق يبدأ بما أدرك مع الإمام، أنا جئت الآن مسبوق أصلي مع الإمام ركعة الثالثة والرابعة ثم أقضي الأولى والثانية، فالآن لم أرتب، صليت الثالثة والرابعة ثم صليت الأولى والثانية، فكيف تقولون بأن الترتيب شرط لصحة الصلاة والمسبوق يفوته الترتيب؟ واضح؟ هذا استدلال على وضد الشافعي ومالك وزفر. قال فيه ترك الترتيب لأن الذي فاته هو الأول ركعة الأولى والثانية، ولو كان الترتيب يعني ركنا أو شرطا لصحة الصلاة لما جاز له للمسبوق تركوه لعذر الجماعة، بل كان يجب عليه أول أن يأتي يصلي أولا ما فاته مع الإمام ثم يتابع الإمام، وكان هذا مشروعا في أول الإسلام عندنا، كان المسبوق يصلي أولا شيء ثم يتابع الإمام بعد ذلك. قال ولو جن المصلي. نقف هنا والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا لإسرار الفاتحة. بسم الله.